زي ما تابعنا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة البريطانية الإفريقية بتشتمل على رؤية محددة واضحة فيها عدد من النقاط، فيها بداية ذكر طبعا الصعوبات والتحديات اللي بتعاني منها القارة سواء فيما يتعلق بتحدي الإرهاب أو أوضاع اجتماعية واقتصادية غير مستقرة، انتهاء بقى بالنقاط اللي عرضها الرئيس أولويات واحتياجات القارة الإفريقية، قصة طبعا تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسة التمويل الدولية دولية لازم تكون موجودة وبقوة مع شروط وتسهيلات طبعا تتلائم مع أوضاع الدول الإفريقية. كلام الرئيس كمان على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، فتح الأسواق البريطانية أو الأسواق الأوروبية أمام المستثمرين الأفارقة. فيعني خلينا نقول أنه زي ما كنت من شوية بقول خريطة الطريق، الرئيس دايما في مش بس بريطانيا، احنا شفنا قبل كده طبعا الاهتمام بالقارة الإفريقية من قبل روسيا، من قبل اليابان، شفنا ألمانيا، كتير من دول العالم دلوقتي المجتمع الدولي بقى عينيه على القارة الإفريقية نتيجة طبعا أو بسبب أنها يعني قارة واعدة فيها فرص استثمارية كبيرة. لكن الشراكات دي تقوم بناء على إيه؟ أولويات القارة الإفريقية إيه؟ طبيعة احتياجاتنا، وبالتالي يبقى الشراكة أو التنمية قائمة على المصالح المشتركة. على كل الأحوال إحنا معانا على التليفون للتعليق مع السفير طارق عادل سفرنا في لندن، برحب بحضرتك معنا يا معالي السفير، اهلا وسهلا بسيادتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك معالي السفير. يعني كلمنا عن القمه الافريقيه البريطانيه، مشاركه مصر فيها، الاجواء، ما قام به الرئيس على هامش مشاركته في القمه. القمه البريطانيه الافريقيه للاستثمار هي قمه اولى من نوعها بين الدول الافريقيه وبريطانيا. نعم. وكانت لمدة يوم واحد. تمت بدأت جلسة افتتاحية افتتح القمة السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وألقى السيد الرئيس كلمة أفريقيا خلال هذه القمة التي ركزت على عدد من المحاور لخلق شراكات جديدة بين الدول الأفريقية ودول العالم، وفي هذا الإطار تحديدا بريطانيا. هذه القمة تنقسم إلى عدة محاور رئيسية، هي بغرض طبعا تعزيز الاستثمار المباشر لأفريقيا وتطوير الاستثمار المالي ومن خلال استغلال موارد صناديق الاستثمار العامة والخاصة، وبورصة لندن طبعا لأنها مؤسسة هامة جدا في هذا الإطار. كذلك كان هناك محور لتوفير لبحث سبل توفير فرص عمل للشباب وتمكنهم من التكنولوجيا في القارة الأفريقية. وكذلك أيضا أمور أخرى هامة في هذا الإطار تتعلق بمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة إلى خارج أفريقيا وغسل الأموال والفساد. تمام. طيب احنا دايما معتادين ان الرئيس عبد الفتاح السيسي في اي جوله خارجيه او اي زياره ليه بيبقى حريص على برضو شرح الفرص الاستثماريه في مصر، يعني مناخ الاستثمار، اخباره ايه، توقيع اتفاقات او مذكرات تفاهم. يعني وصل لنا برضو معالي السفير وعايزه اعرف برضو يعني تفاصيل من حضرتك ان صندوق مصر السيادي وقع اتفاقيه او مذكره تفاهم مع واحده من الشركات المعنيه بالاستثمار المباشر علشان يتم التعاون ما بيننا وما بينهم في هذا المجال. ايه تفاصيل الموضوع ده وازاي تم الاعداد والترتيب ليه من قبل حضراتكم؟ طبعا المشاركة المصرية في هذه القمة هي تأتي في إطار مسلسل طوال العام المنصرم، حيث كان هناك تركيز من قبل السيد رئيس الجمهورية خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي على تعزيز الاستثمار لأفريقيا، وبالتأكيد كان هناك تخصيص يتعلق بجذب الاستثمارات لمصر ايضا، باعتبارها انها بوابه الاستثمار المباشر في افريقيا. طبعا وهناك من ضمن المشاركين في هذه القمه القطاع الخاص، وذلك بغرض خلق شراكات بين الحكومات الافريقيه والقطاع الخاص سواء كان في الدول الافريقيه او في بريطانيا. وكانت هناك مشاركه كبيره من جانب عدد كبير من رجال الاعمال المصريين الذين عقدوا اجتماعات وصفقات مع وزرائهم سواء كانوا بريطانيين او من الدول الافريقيه. كما ذكرت كان هناك حدث هام جدا
وهو يتعلق بتوقيع بروتوكول تفاهم بين الصندوق السيادي المصري وأحد الشركات البريطانية التي تعمل في مجال جذب وتمويل المشروعات. وهو يعني بروتوكول يتيح مليارات الجنيهات الاسترلينية لتمويل عدد كبير من المشروعات في مصر، مشروعات في مجالات متنوعة وعلى رأسها طبعا مجال البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة. نعم، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا، مع السفير طارق عادل سفيرنا في لندن. بشكر حضرتك يا فندم.